بتاكلي الصبح؟ شو قصدك؟ يعني انت شو بتاكلي لحتى بتضلي هيك جاهزه للخناق؟ شوف لا تلومني على اسلوبي بالمره، انا كنت نايمه ومرتاحه ومين فات وزعجني؟ حضرتك، وجاي عم تستفزني. شو عم استفزك انا؟ انا اجيت لنام لانه هي غرفتي. هي كانت غرفتك قبل ما ارجع انا، هلا صارت غرفتي الي لحالي. عن جد؟ ومين يلي قرر انه هي صارت غرفتك؟ ليش مين بيقدر يقرر غيري؟ انا صاحبه هذا البيت وبختار الغرفه يلي بدي اياها. اه صاحبه البيت، وانا كمان صاحب البيت لانه لساتني زوجي، وهي بتضل غرفتي ورح نام هون. لا ما رح تنام، لاقي غير مكان، روح ما بيهمني وين بتنام، بدبر حالك، بس ما فيك تنام بهالغرفة، وإذا بدك تضل هون رح نبقى عم نتخانق أنا وياك للصبح. طولي بالك ولا تحكي عني، مو جاي أتخانق معي، وأنت ما بتتغيري، لساتك مثل ما أنت. وليش لا أتغير؟ أنا حدا مثالي وما في داعي غير من تصرفاتي، يلا فيك تاخذ هاي المخدة وروح نام برا. آه اسمعيني، تتذكري شو قلتي وقت رجعتي على البيت وأي غرفة كان بدك؟ أنت قلتي رح تاخدي غرفة بريد فيه صح؟ اسمع جيري، أكبر غرفة بالبيت بتكون الغرفة اللي قاعد فيها بريد في، ما هي؟ هاي الغرفة صارت لإلي، أنا رح نام هون. لا صحيح أنا قلت هيك من قبل، بس وقت نمت هون غيرت رأيي بهالقصة لأني حسيت أني برتاح هون أكتر من كل الغرف، بما أني كنت نام بهالتخت ويظهر أني متعودة على النوم هون أكتر. هاي غرفتي وهذا تختي ورح نام هون، شو هذا يا؟ هالغرفة والتخت صاروا لإلي ورح نام لحالي هون، وأنت ممنوع تنام هون، روح نام برا. ماشي أنا رح روح، بس مو لأنه هيك بدي، لأنه أنا عندي شوية شغل ورح أرجع لهون، لأنه هاي غرفتي وهذا تختي ورح نام هون. المهم تروح هلأ شو ما كان السبب. أنا آسفة كتير، بس مضطرة ما خليك تنام بغرفتك، لأنه بصراحة وقت تكون قريب مني لهي الدرجة ما فيني أتحكم بمشاعري ورح تكشفني. أنت غايتك تنام معي بهي الغرفة، بس أنا ما فيني طاوعك أبدا، لأنه إذا بتضل قدامي رح تكتشف أنه لسه في عندي مشاعر تجاهك، لهيك الأحسن أنك تضل بعيد عني. أنا نعسانة كتير، خلاص بدي نام. هاي مين مفكرة حالها؟ عم حاول سايرها بكل شيء وما عم تلين. خلص انساها يا، لا بقى تفكر فيها، لحالها بترجع. ايه سمير وصلتهم للشريستي والخالة جانكي؟ شو صاير؟ ولا شي كران، خلينا نروح نسهر سوا، راسي عم يوجعني ومتضايق. ايه ماشي منروح ومنسهر، بس قلي شو القصة؟ روق شوي واحكي لي. لا كران اليوم مو جاي على بالي شي. ليش؟ مو أنا رحت لوصل لشريستي، بس هي ما حكت معي ولا كلمة، ضليت متجاهلتني طول الطريق. هي متغيرة عن قبل، ما عم بعرفها، كانت من زمان تمزح وتحكي نكت وبالطريق ما تسكت، بس صايرة ما عم تحكي معي وعم تتجاهلني كل الوقت. لا عن جد أنت ما فيك عقل بنوب، هي ما تغيرت بس عم تتصرف معك هيك لأنها متضايقة منك. هاي حركات بنات وأنا بعرفها، وأنا وبريتا تصالحنا، لهيك أنت نام على السيرة. منيح نيالك إنك قدرت تصالح بريتا، بس أنا كلامي ما عم بيأثر بشريستي، تقول قلبها صاير معمول من حجر. غريبة قصدي، أنت حبيبتك قلبها حجر وأنا مرتي عم تقلعني، قصدي عم تضل تستفزني بكلامها. شو بدي ساوي؟ أنا بحبها بس ما عم أفهمها، هي عم تعاملني بطريقة قاسية، بس أنا لساتني شايف قدامي